بينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن جمعة مشهور، مدير الفني لنادي الترسانة الشواكيش، دائما وأبدا أصحاب الباع الكبير في كرة القدم. يعني خلينا نرحب بحضرتك يا كابتن جمعة، ونصبح على حضرتك في البداية، ومبروك على الفوز في أول مباراة. طبعا خير يا استاذ مريم، ربنا يبارك في حضرتك، والحمد لله. الله يبارك فيك على التهنئه بتاع ماتش السويس، الحمد لله. يعني الاستعدادات طبعا وفترة اعداد اعتقد بيكون حتى وقتها كافي جدا، عكس التحام المواسم اللي بنشوفه في دوري نايل. فكلمنا عن البداية، الى اي مدى حضرتك راضي عن شكل واداء اللاعبين، واخر طبعا استعداداتكم لمواجهة ديروت غدا؟ ما فيش شك، احنا الحمد لله يعني كان عندنا فترة اعداد كويسة ومناسبة، يعني بدأنا في نص شهر 7 كده الحمد لله، يعني لعبنا الفرق بمجموعة لعيبة جداد، يعني انضموا لينا مجموعة لعيبة كبيرة عندهم شخصية، عندهم شخصية الصعود مع فرق كتير، يعني بالإضافة للعيبة اللي احنا يعني استمرت معانا من السنة اللي فاتت. يعني عملنا اعداد كويس بفضل الله، والحمد لله ربنا كرمنا يعني، وكانت البداية يعني احنا راضيين عنها جدا، وخاصة إن احنا كسبنا أول ماتش مع ضد فرقة كبيرة وفرقة ليها باع طبعا، فثلاثة بونت كانوا مهمين جدا في البداية، ادونا دفع للي جاي إن شاء الله. يعني بإذن الله. كل جولة بتستعدوا ليها إزاي؟ وطبعا إحنا بنتكلم عن أول أسابيع في الدوري، هتبقى أنت بقى لسه بتحاول تحصل على أفضل خدمات من لعبتك، علشان لسه بيبدأوا الفورمة الفنية والبدنية. هو في شك البدايات بتبقى مهمه جدا لكل الفرق، وانت عشان تقدر تحكمي على فرقه ومستواها الفني مش قبل 3 4 ماتشات يعني من المسابقه، فالبدايات مهمه، وخاصه تجميع البنات في البدايات بتبقى مهمه، فاحنا ده يعني الهدف اللي احنا ماشيين عليه، ان احنا على قد ما نقدر نحاول نجمع اكبر عدد من النقاط في البدايه، يعني على ما نوصل للفورمه الرياضيه بتاعتنا ان شاء الله. يعني حضرتك ومجلس إدارة النادي، يعني قبل بداية الموسم الاتفاق كان على إيه؟ الهدف هو الصعود، يعني متكلمين على إيه؟ لأن بصراحة إحنا بنشوف قوة ومنافسة شرسة جدا وممتعة الحقيقة في دوري المحترفين. ومفيش شك انت لما بتنتمي لمكان كبير واسم كبير بحجم نادي الترسانه وجماهيره، الطموح بيبقى كبير جدا، واحنا كنا قعدنا واتكلمنا ان احنا على قد ما نقدر هنحاول ناخد بكل الادوار اللي تأدي، يعني ان شاء الله ان احنا نصعد ونحط النادي في المكانه اللي يستحقها، وبناء عليه تعاقدنا مع اللعيبه اللي جبناها وكده، يعني ان شاء الله. فاحنا حاطين خطه ان احنا ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر نبقى من الثلاث فرق اللي يصعدوا باذن الله. يعني بإذن الله. إلى أي مدى فارق حتى مع اللاعبين؟ يعني إحنا دلوقتي بنعرض لقطات طبعا من المباراة، فارق معاهم إن تكون هذه المباريات مذاعة؟ لأن أنا بشوف ده دوافع عظيمة جدا برضو لازم تكون عند اللاعب، هو شايف إن هو متشاف وأداؤه هيكون ممكن بيؤهله لخطوات أكبر في مسيرته. طبعا ما فيش شك إذاعة المباريات ده يفرق مع اللعيبة جدا، خاصة في القسم بتاعنا. قبل كده الكلام ده ما كانش موجود، فاللعيبه ما كانتش متشافه، ما كانش في حد معروف تقريبا، انما لما الماتشات دي بتتذاع اللعيبه بتبدا تعرض نفسها وبتقدر بتبقى ليها حاسه بوجودها، واحنا شايفين الفتره الاخيره الموسم اللي فات والموسم ده اغلبيه فرق الدوري الممتاز ابتدت تبص على الفرق بتاعت المحترفين عشان تدعم من خلالها، ففي لعيبه كتير جدا في دوري المحترفين لما تتشاف ولما يتسلط عليها الضوء اكيد مش هتبقى اقل من لعيبه الدوري الممتاز. كابتن جمعة، إيه أكبر تحدي بيواجهك في إدارتك لنادي الترسانة في هذه النسخة من الدوري؟ هو أكبر تحدي زي ما قلت لحضرتك من شوية إن الكيان الكبير، فهو الطموح بتاعه كبير جدا، فإحنا إزاي نقدر نحقق الطموح ده وكل هدف ده، فده هيبقى أكبر تحدي يقابلنا، وربنا ييسر إن شاء الله ونقدر فعلا نحقق الإنجاز ده. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى طبعا لحضراتكم التوفيق كلكم كجهاز فني ولاعبين وكإدارة. الكابتن جمعة مشهور، المدير الفني لنادي الترسانة.